السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزازة مسك وكوباية مية وركز معي عشان هتقضي على السحر المأكول، وتعالى أكلمك عن السحر المأكول. فصل على النبي صلى الله عليه وسلم ودوس لايك وشارك المقطع ده لأصحابك وأصدقائك اللي تعرفه. أول حاجة عايزك تعرف إن السحر المأكول ليه أعراض يا أخي الكريم، مفيش أي حد يقدر إن هو يغفل عن هذه الأعراض. والأعراض دي سبحان الله منها ما بيكون ظاهر واضح قدامك تقدر انك انت تشوفه وتعينه بعينك المجردة، وفي منها ما بيكون خفي، يعني سبحان الله ما بتكتشفوش غير في الآونة الأخيرة من إصابتك من السحر. لكن أول الأعراض الجسمانية والأحلام اللي انت هتشوفها، خلينا نتكلم الأول عن الأعراض الجسمانية وركز معايا. أول حاجة، دايما الإنسان اللي مصاب بسحر ما قلت بص تلاقي عنده انتفاخ في المعدة، فلو كل أكلة خفيفة خالص عبارة عن لقيمات تبص تلاقي إن المعدة بتاعته دايما منفوخة، ويحس دايما ان معدته مش مرتاحه، ودايما يعني سبحان الله لو توضى يحس ان الوضوء بتاعه بينقط في نفس ذاك اللحظه، فوضوءك ما بيستمرش فيك اوقات طويله جدا. وطبعا ده بيسبب لك يعني سبحان الله مشاكل مع الصلاه، حتى ان في بعض النساء ممكن ان هي تتوضى وتيجي نيه ان هي تصلي تبص تلاقي ان ايه بطنها مش مرتاحه وبطنها ابتدت ان هي تكركب، وكذلك انت بطنك ابتدت ان هي تكركب عليك. طبعا المشكله ديت هنحلها بكوبايه ميه باذن الله جل وعلا، وكل الاشياء دي هتختفي من عندك مجرد ما تمشي على اللي انا هقول لك عليه ده باذن الله. عايزين بقى الخطوه الثانيه، ودي خطوه مهمه جدا وعايزك انك انت تركز معايا فيها. من ضمن العلامات اللي بتدل على السحر المأكول ان لو في امراه شعرها كويس وشعرها يعني سبحان الله ما كانش بيتساقط نهائيا، تفاجئ ان الشعر بتاعها ابتدى ان هو يتساقط، وابدا ان الشعر ده يعني سبحان الله يتناحل ويسقط الشعر ده بكثره وبطريقه فظيعه جدا، حتى ان هي ممكن تخاف من كثره تساقط الشعر بتاعها وما تعرفش ايه الاسباب اللي بتخلي شعرها يتساقط. فتساقط الشعر بدون اي سبب من ضمن العلامات اللي بتدل على السحر المأكول. خلينا بقى نخش على العلامة التالتة، ودي علامة مهمة جدا لدى النساء عموما، كتمة النفس. لكن كتمة النفس ديت بيكون حسب نوع السحر اللي انت مصاب بيه، يعني لو حد مثلا عامل لك سحر بتعطيل امورك في التجارة، فلو انت شغال في تجارة معينة ما تطقش انك انت تهوب ناحية التجارة ديت، تروح اي مكان وتشتغل فيه بس تروح على المكان المعين اللي مقصود ليك فيه السحر وما تعرفش انك انت تجلس فيه نهائيا، تبص تلاقي ان العقل مشتت، الفكر اصبح ان هو مش مستقيم عندك. وطبعا المساله بتاع ضيق الصدر وشتات الحال في شيء معين، زي مثلا حول على سبيل المثال لو عندك مثلا طالب في ثانوي، في ثالثه ثانوي ولا في ثانيه ثانوي، تبص تلاقي ان الطالب ده كان في سنه اولى كويس جدا وفي سنه ثانيه كويس جدا وفي ثالثه تبص تلاقي انه يخش الامتحان يشوف ورقه الاسئله بتاعته بيضه، ولما يجي يحل ما يعرفش. وفي بعض الاشخاص يعني حكوا لي قبل كده ان ممكن يقعد على الكمبيوتر يلاقي ان الكمبيوتر بتاعه لوحده بس هو اللي بيتعطل، على الرغم ان كل الكمبيوترات في المكان التاني شغال، فيلاقي ان في تعطيلات بصوره لا يتقبلها العقل البشري. طيب دي علامه من ضمن العلامات. واحيانا الخنقه ممكن تيجي عند قراءه القران، ممكن تيجي عند رؤيه الزوج. اتكلمنا كده عن ثلاث علامات، خلينا نخش على العلامة الرابعة، ودي علامة مهمة جدا وعايزك انك انت تركز معايا فيها وتديني تركيزك وانتباهك. العلامة دي بنقول فيها ايه؟ بنقول ان من ضمن الاشياء اللي بيسببها السحر ان يبص يلاقي الانسان ان جسمه دايما في حالة من الكسل، وحالة الكسل دي بتكون شديدة قوي عنده، زي مثلا مش قادر ان يقوم من الفراش بتاعه، عنده خمول فظيع قوي، مش حابب ان هو يطلع ويسيب اوضه النوم. اوضه النوم ديت عنده حياه كامله، فلو ساب اوضه النوم وخرج منها يحس ان الدنيا كلها واقفه ضده والدنيا كلها بتحاربه، فطبعا دي مشكله كبيره قوي بيتعرض ليها الشخص اللي مصاب بالسحر الكسل. رقم خمسه، وده من الاعراض يعني الجسمانيه، ان يبص يلاقي ان الشخص ده يلاقي يعني سبحان الله بتطلع له كدمات زرقاء في منطقه الرجلين، والكدمات الزرقاء ديت بتنتشر في جسمه كله، فتبص تلاقي ان الجسم اصبح كلته عباره عن كدمات زرقاء مكوره كده في كل مكان في رجليه، تبص تلاقي ان في كدمات زرقاء موجوده في قلب الرجلين من فوق. طيب يتكرر بقى ان في اشياء ثانيه بتحصل، زي مثلا ينتقل، دي علامات السحر العامه، ان الانسان يحس ان خمول كامل، وبرده على سبيل الذهن بينسى اي حاجه بسرعه، يحط الازازه دي هنا فيبص يلاقي ان هو نساها، مش فاكر هو حطها فين اساسا، لو رفع الازازه دي وحطها في المكان ده يعرف يقول لك ايه انا نسيت، انا مش فاكر انا حطيت الازازه دي فين. فيبص يلاقي الانسان ده نفسه ان هو في حيره وفي تعب شديد قوي وعدم تركيز وعدم انتباه، فبرضه الصداع المتزامن مع الام العين، فدي من علامات السحر. عرفنا ايه علامات السحر يا استاذي؟
صل على النبي صلى الله عليه وسلم ودوس لايك ما تبخلش بيه، وشارك المقطع ده، وتعالى بقى ناخد جانب من الجوانب اللي مثلا لو السحر ده بيكون سحر يعني صد على المذاكرة، ايه الاعراض اللي انت بتحس منها؟ لو سحر عن الموضوع الخطوبة بتحط نفس البناءات كده، لكن هنقسمها ان شاء الرحمن. فلو في واحد مثلا بيكون موفق في الدراسة بتاعته، فبيجي زي ما قلت لك سنة اولى وتانية لحد ثالثة ثانوي بتبص تلاقيه موفق جدا، لكن لما يخش ثالثة ثانوي يبص يلاقي ان اسئلة الاجابة مش عارف ان هو يجاوب عليه، ويحس نفسه كده ان هو حيران ومش عارف يجاوب على اي مسألة من المسائل اللي موجودة معاه او اللي هو بيدرسها. طبعا كل الاشياء دي ما هي الا اذى وتعرض انت تعرضت ليه. هتقول لي ايه هو الاذى ده؟ هقول لك هو انت اصبت بالسحر، والسحر ده يعني عبارة عن سحر تعطيل للدراسة. وسبحان الله سحر تعطيل الدراسه ده او اللي هو الفشل في الدراسه، تمسك الكتاب تذاكر مهما تذاكر تبص تلاقي ان عندك صداع في راسك، زغلاله في عينك، ضيق في صدرك، مش طايق انك انت تمسك الكتاب، في صدود فظيع جدا عن المذاكره، في صدود فظيع جدا عن انك انت تمسك الكتاب وتقرا فيه، وفي صدود، والصدود ده بيكون يعني سبحان الله بشده. طب انت هتعمل ايه بقى عشان تتخلص من الصدود ده؟ انت كل ما عليك انك انت تمشي على البرنامج اللي انا هذكره لك. كل الأشخاص اللي عانت من السحر اللي أنا ذكرته ده، واللي عانوا من ألام السحر اللي أنا ذكرته، أول حاجة يا أخي الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنا عايزك ونصيحة كأخ إنك أنت تحقق صفات المؤمنين، لأنك لو حققت صفات المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيدافع عنك. وربنا سبحانه وتعالى لو دافع عنك فنصرك الله عز وجل على جميع أعدائك، كنت منصور في الدنيا. وأكيد أنت بتتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يكون وليك. قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا. طيب أنا عايز أحقق أي صفات من صفات المؤمنين؟ الوفاء بالعقود من صفات المؤمنين، أداء الأمانة من صفات المؤمنين، غض البصر من صفات المؤمنين، الصدق من صفات المؤمنين، الصلاة في أوقاتها من صفات المؤمنين. بس أنا هقول لك على ثلاث أشياء لو حفظت عليهم دافع الله عز وجل عنك وتخلصت من السحر اللي انت مصاب به. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظ على الصلوات المفروضة في أوجتها. يا أيها الذين أمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وانت داخل من باب البيت قول السلام عليكم للي موجودين في البيت. رقم ثلاثة، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتاكل قول بسم الله وبتخلص أكل وقول الحمد لله. وأربعة، لو قدرت على تبقى أسد إنك أنت تغض بصرك. بس كده هتجيب كوباية مية زي الكوباية اللي موجودة قدامك دي، تمام؟ هتقرأ عليها قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وآية وآية الكرسي. وهتقرأ المعارج والتغابن والصفات والمؤمنون وصاب وياسين والزمر وسورة المرسلات وسورة الانشقاق والانفطار، وتقرأ آيات السحر على نفس الماء، مش شرط كوباية، إناء ماء كبير، وتمسك إناء الماء ده ويكون معاك أزازة المسك. فأنا عايزك وانت بتقرأ، تمام يا أخي الكريم، تنفس في الماء هكذا وتنفس في المسك كل صورة، ثم بعد ذلك هتستخدم الماء ده ازاي؟ هتبدأ انك انت تمسك الماء ده تشربه وتغتسل منه، والمسك ده هتيجي جاي ماسك اناء ماء، وهتيجي تخلي الماء ده يغلي على النار جدا، وتحط قطرات المسك اللي مجرى عليه على الماء ديت، وتخليها تطلع بفوق بالبخار تبخر جسمك، تمام كده انت قتلت الاعراض الخارجية. لو عجبك البرنامج ده انا عايزك انك انت تشاره لاصحابك واصدقائك اللي تعرفهم، وما تسيبش المقطع ده يقف عندك يا اخي الكريم، فالدال على الخير كفعله. دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.